أنتم مع قناة الجزائر تاريخ وحضارة. وصلنا المسجد سيدي بن علي لاري مارابو. نعرفكم شكون يكون هذايا المسمى سيدي بن علي. سيدي بن علي هو مفتي حنفي رسمي من 1737 إلى 1755. هذا سيدي بن علي كان مفتي حنفي رسمي كما قلنا في 1737 إلى 1755. أصله يعود إلى جده الأكبر يقولوا له العلج. العلج هو معناه العبد المسيحي الذي دخل في الإسلام. وكان جده في الجيش الانكشاري، وكانت سلالة هذا سيدي بن علي من العلماء والشعراء، حيث أنه كان شاعرا وله ديوان مفقود. وكان بن علي يجتمع مع المفتي المالكي وقد درس الفقه، وكان خطيبا في الجامع الجديد، ودفن بهذه الزاوية، ومعه كان مقبرة الأميرات نفيسة وفاطمة. نفيسة يعني زنساكاجي القبر تاعها، وفاطمة كان موجود هنا. هذا باختصار قصة المسجد سيدي بن علي. وكاين قصة يعني حبيت نوردها فيما يخص هذيك اللقطة تاع معركة الجزائر، علي لابونت كي قتل هذاك حسن العنابي، جا خارج من هذاك الباب، جا هابط من الدروج كذا منه. وهذيك القصة غير صحيحة، وبعض يقولوا حسن بليدي هو الحسن العنابي واللي قتلو هو مجاهد عمر حمادي مجوايه لكافي دلوريون مقهى الشرق قدام جامع اليهود كيما نجيو رايحين لاري ميدي. وكان في الحقيقة العملية التي اغتال فيها عمر حمادي هذا حسن العنابي كان يعس الغراب، هذا الغراب أحمد الغراب اللي تسمت عليه لاري طونجي، اللي درنا عليها ديجا فيديو وقلنا روي بحمد وليس الشاي بحمد، وكان يقال له الغراب. وعلى حسب لا فيرسيون تاع السعدي يوسف سعدي الله يرحمه هو انه عمر حمادي اللي قتلو من جهه مقهى تاع لوريون اللي جاي قدام جامع اليهود كما قلنا اللي باش تروح لاريميدي. اما الحسن عنابي هذا كان الاسم تاعو العائلي يقولوا له بورياشا حسن، وقد ولد في 1926 بقلمة، وعمل في لوتيل جون دارك في باب عزون، وكان له خلاف دائم مع بعض العصابات في القصبة بينهم لابونت تاع بلطرش وليفرير حميش الذين من بعد دخلوا في الصف يعني شاركوا في الثورة. وهذا هو حسن عنابي. إذن لم يقتل هنا حسن عنابي، قتل مجوه جامع اليهود واللي قتل عمر حمادي وليس هو علي لابوينت. هذا من باب التذكير كما قلنا، هنا من باب التذكير باش لا يحرف التاريخ، لا يحرف عليك. رقم 42 هذه هي اللي كانت الزاوية في الأصل، ثم أصبحت مسجد يقال له سيدي بن علي. تاريخ عريق، والقصة هذه رانا ركتفينا القصة هذه باش الناس ما تبقاش تتبع في الحاجة خاطئة. وهذا هو الدور تاعنا، أننا نحاول نسقم التاريخ بأي وسيلة لكي لا يحرف. هذه قصة مسجد بن علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.